السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معاكم المهندس مال احمد من شركة تكنولوجي خدمات الكمبيوتر والانترنت. الفيديو اللي فات احنا حرقنا الفلاش بتاعتنا بالبرنامج الفينتوي، ووريتكم ازاي نحرق الايزو عليها، تمام؟ فالنهاردة هوريكم النهاردة ازاي نبوت عن طريق الفلاشة. فقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. دلوقتي هنعمل ريستارت لللاب بتاعنا، تمام؟ ريستارت، وهندوس على F9 لما يفتح معانا. والجهاز بتاعنا HP والديل F12، وفي برضو اجهزة جيجا بايت والحاجات دي بتبقى ديليت. هندوس F9، ندخل على البايوس، كده يدخل معانا على البايوس. هندخل على USB UFI سان ديسك، الفلاشة بتاعتنا سان ديسك، هتنص انتر. تمام، هو ادانا كده ايرور. هنحل دلوقتي مشكلة الايرور دي مع بعض، تمام؟ هنعمل ريستارت وهنخش على البايوس بتاع الجهاز F10. فقبل ما نحل المشكلة دي، ما تنسوناش اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. هندخل على البايس مع بعض، دخل البايس، وبعد كده نخش على الادفانسد وهننزل على السكيور بوت، وهنخليها ليجنسي بوت سبورت، ليجنسي سبورت انيبل، وسكيور بوت ديسيبل. تمام، هندوس عليها اوكي. تمام، وهنرجع تكه كده تاني، وهندوس F10، هنسيف، هندوس يس. هيقفل معانا ويفتح، هيدينا كود لازم نكتبه، فدي برضو اهم حاجة في اجهزة الاتش بي. والفيديو الجاي هشرح لك برضو على جهاز ديل. تمام، هنكتب الكود ده مع بعض. 1 6 4 5، 1 6 4 5، 1 6 4 5، وهندوس انتر. تمام، الجهاز فتح برضو معانا. هندخل بقى على برضو البايز تاني، نتأكد برضو الليجنسي سبورت متفعل او مش متفعل. هنخش على ادفانسد وبوت اوبشن، اليو اف اي متفعل معانا والليجنسي سبورت بوت سبورت متفعلة، هنلغيها عادي مفيش مشكلة، عشان الفلاشة دي انا عاملها GPT عاملها يو اف اي. هندوس F10، هنسيف وهنجرب معانا الفلاشة بتاعتنا. هندخل على F9، البوت، هنخش على UFI سان ديسك USB، هندوس انتر. ايه ظهرت قدامكم، ايه فيها كل حاجة زي ما احنا عملناها المرة اللي فاتت. تمام، احنا هندخل على ويندوز 10، فيها كل الاوبشنات وكل حاجة فيها. تمام، الاكرونيس كله، والاسوس، والويندوز سيرفر، والهيرنز بوت، بس احنا عايزين ويندوز 11. هنجرب ويندوز 11. تمام، ويندوز 11 اهي. تمام، هندوس انتر، هنخليها نورمال مود، بوت نورمال مود اوكي، هندوس اوكي. تمام، هو بيحمل معانا اهو. احنا عملناها MBR و GPT في الفيديو اللي فات. انا
بس بشرح لكم عشان المشكلة دي ظهرت معايا انا شخصيا، ودورت على حل ليها لغاية ما لقيته برضو، وقلت لكم برضو، حبيت برضو اقول لكم الحل بتاعها ايه بالظبط عشان ما حدش يدوخ. برضو اهم حاجة ما حدش ينسانا في اللايك الجميل بتاعه والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. تمام، هندوس اكسبت نيكست كاستم، وهنفرمط الهارد بتاعنا. تمام، وبعد ما نخلص تسطيب كل حاجة هنرجع اللي احنا عملناه تاني، هنرجع السكيور بوت تاني زي ما احنا، هنخش على F10، هنرجع السكيور بوت تاني. هنخش على الادفانسد سكيور بوت، هنخليها ليجنسي سبورت ديسيبل وسكيور بوت انيبل. تمام، هندوس F10 سيف. الجهاز هيفتح معانا دلوقتي. عادي جدا يفتح معانا بالويندوز بتاعتنا. تمام، فكان معانا النهارده فيديو بسيط وسهل، حبيت برضه اوريه لكم برضه عشان لو حد قابله المشكله دي. اهم حاجه ما تنسوناش اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم النهارده المهندس مين احمد من شركه اي تكنولوجي لخدمات الكمبيوتر والانترنت، وتحت امركم في اي وقت، ولو احتجتوا اي حاجه كلموني او ابعتوا لي على الواتساب او سيبوا لي التعليق بتاعكم وهرد عليكم، ما تقلقوش وحلوا لكم كل مشاكلكم ان شاء الله. السلام عليكم.